نريد ضابط السفر، يعني هل هو على العرف أم 3 أم 4 أيام فما فوق، أم 8 كيلو، أو يعني نريد الضابط في المسألة. وهذا يعني حد السفر الذي يبيح القصر مختلف فيه، منهم من قال إنه محدود بالمسافة، فمن نوى هذه المسافة فهو مسافر إذا خرج من بلده، ومنهم من قال إنه مقيد بالعرف، والثاني هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل لهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، والشك من شعبة. فهذا يدل على أنه لا يتقدم المسافة مسيرة يومين، لأن 3 فراسخ أو 3 أميال أقل بكثير، فالمرجع في هذا إلى العرف. ولكن إذا كنت لا تحيط بالعرف، وهذا هو المشكل، أن الإنسان يقول هل هذا سفر عرفا أو لا. فالأصل الأصل إيش؟ الأصل إتمام. أتم، متى شككت في مسوغ القصر فعليك بالإتمام لبراءة الذمة. وهذا براءة اختتام، عليك بالإتمام، لأنه أيضا تم المجلس حيث أذن الظهر، فإلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. تقبل الله منكم.